السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خوتي كي دايرين؟ بخير كنتمنى ان شاء الله تكونوا في اتم الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله غادي نديروا تحليل مباراه دوري ابطال اوروبا تشامبيونز ليغ بين مستضيف المباراه كلوب بروج البلجيكي والبي اس جي باريس سان جيرمان، واللي كيهمنا اكيد هو فريق باريس سان جيرمان بقياده المدرب الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، واللي كيدخل بهذه التشكيله 4-3-3 في حراسه المرمى كيلور نافاس، كقلبي دفاع كيمبيبي وماركينيوس، كظهير ايمن المغربي اشرف حكيمي، وكظهير ايسر عندنا ديالو. اما ثلاثي خط الوسط عندنا الهولندي فينالدوم باريديس والاسباني اندري هيريرا. اما ثلاثي خط النار فبقياده البرغوث الارجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي كليان بابي. بدايه المباراه كانت بدون مقدمات لباريس سان جيرمان، دخل ضغط على فريق كلوب بروج بجميع الخطوط ديالو، واول فرصه كانت لنادي باريس سان جيرمان كانت من اقدام اشرف حكيمي اللي استغل المهاره والسرعه ديالو ولعب العرضيه في اتجاه البرازيلي نيمار، ولكن الارتقاء ديال الاخير اللي هو نيمار او لاطيطون ديالو ما كانتش بالشكل المطلوب، وبذلك ضيع علينا اسيست على اشرف حكيمي. لاحظنا ايضا معظم بناء الهجمات لنادي باريس سان جيرمان كتكون من الجهه اليمنى اللي فيها اشرف حكيمي، وايضا البرغوث ليونيل ميسي اللي شفنا بيناتهم ثنائيات اكثر من رائعه. هذا الشيء اللي خلى فريق كلوب بروج يركز بزاف على الجبهه اليمنى لباريس سان جيرمان ويدافعوا فيها باكبر عدد من اللاعبين، الا انهم نساو ان كليان مبابي كاين في ديك الجبهه، وبمجهوده الفردي والمهاره والسرعه خلق الفارق واعطى اسيست الاسباني اندري هيريرا اللي سجل اولى اهداف المباراه. الا ان فريق كلوب بروج ما بقاش مكتوف الايدي، بحيث صدم لك باريس سان جيرمان في الدقيقه 26 بهدف كان اكثر من رائع، وبين قوسين فريق كلوب بروج كان كيستحق يسجل هدف التعادل. اما في بدايه الشوط الثاني ورغم التغييرات مبكره للمدرب بوكيتينو، شفنا كلوب بروج هو اللي كيهاجم وضاغط على نادي باريس سان جيرمان، بل اكثر من هذا خلقوا جوج فرص محققه للتسجيل فقط في ثلاثه دقائق الاولى من الميطه الثانيه، لولا الحظ لكانت كارثه على نادي باريس سان جيرمان، ولكن المتاعب ديالهم كتستمر باصابه اللاعب مبابي في الدقيقه 50 اللي خلى بلاصته للاعب ايكاردي، ومن ثم شفنا باريس سان جيرمان تائه في خط الهجوم. بالنسبه للبرازيلي نيمار دا سيلفا كان خارج التغطيه تماما طوال المباراه وما دار والو، اما ليونيل ميسي فقط كان كيجتهد. وشفنا ايضا صعوبه كبيره في بناء الهجمات لباريس سان جيرمان بكل صراحه رغم كل هاد النجوم، الا ان الانسجام والتناغم والتفاهم هو الاهم، وهذا الشيء الدور ديال المدرب بوكيتينو اللي حد الان مازال ما بانتش الخدمه ديالو بتاتا. اللي كيهمنا من هذا الشيء كامل هو الاداء ديال المغربي اشرف حكيمي اللي كان لا باس به في هذه المباراه، كنا كنتمناو يسجل او يعطي اسيست ولكن ما كتبش قدر الله ما شاء فعل. الخلاصه هي ان باريس سان جيرمان باقي خاصه الخدمه ديال بصح، بحالة الاداء اللي شفناه اليوم في المباراه ديال كلوب بروج مستحيل يديو دوري ابطال اوروبا تشامبيونز ليغ. وفي الاخير كيبقى راي ديالكم في اداء ديال اشرف حكيمي وحتى الاداء ديال باريس سان جيرمان، وكيف العاده كان معكم اسلام، في امان الله ومع السلامه.